لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفورة: العصفورة تقول أنه بعد التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا والبدء بتشكيل المحكمة واختيار رئيسها وأعضائها، الكل صاروا واقفين سرع على المحكمة وكل واحد بيده كوم ملفات. الملف الأول اللي ينتظر المحكمة الاتحادية هو قضية حل مجالس المحافظات اللي صوت مجلس النواب على حلها قبل سنتين ضمن حزمة الإصلاحات على أثر تظاهرات تشرين. الجماعة من ذاك اليوم مقدمين طعون على مود يرجعوها، بس كانت المحكمة كل مرة تأجلهم وبكل جلسة، وصولا إلى التطورات الأخيرة اللي صارت ويا المحكمة الاتحادية ونقص النصاب اللي صار بيها. على العموم، العصفورة تقول أنه أيضا أكو تحركات نيابية من أجل تثبيت أو إعادة تعيين أعضاء مجالس المحافظات المنحلة كدرجات خاصة في الموازنة. يعني أعضاء المجالس اللي يقدرون بالمئات يريدون يضيفوهم على الموازنة كدرجات خاصة، هاي بدل ما يروحون يشوفون شارة للمحاضرين، لأصحاب الشهادات، للي طالعين تظاهرات لحد الآن، اللي يطالبون بتعيينات، يرجعون مجالس محافظات. هسه ما ادري، يعني العراق محتاج مجالس محافظات بهذا الوقت؟ شنو اللي اضافته مجالس المحافظات طيلة 16 سنة غير بس كم شغلة؟ اول شيء السرقات اللي صارت جزء كبير يتحملها مجالس المحافظات، غير التعيينات، غير المحسوبية والمنصوبية اللي صارت بزمن مجالس المحافظات. طبعا أبناء المحافظات يعني ما تحمل تجاه مجالس المحافظات وأعضاء مجالس المحافظات إلا سوالف الكوميشنات. هاي أبناء المحافظات روح اسألوهم، يقول لك مجالس المحافظات فقط كوميشنات محصلين من عندهم والصفقات وعرقلة عمل الحكومات المحلية. واخذوها مني، يوم اللي ينقبل الطعن وترجع مجالس المحافظات ما راح يبقى ولا محافظ، وداعتكم ولا محافظ يبقى. حفونا من سالفة مجالس المحافظات لأن تغث، كلش تغث. خلونا نحكي اليوم موضوع الموازنة، وين وصل بيها، وين صفى بيها الدهر، مع السيد علي اللامي النائب عن تحالف سايرون وكذلك عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار. حياك الله استاذ علي. السلام عليكم. شلونك؟ شو اخبارك؟ تفضل استريح. حياك الله. مساك الله بالخير. الله بالخير والعافيه. هسه يمكن اجانا عاجل تعيين القاضي محمد جاسم عبود رئيسا، جاسم محمد عبود رئيسا للمحكمه الاتحاديه العليا، ورفع الاسماء الى رئاسه الجمهوريه. طيب لازلنا بانتظار السيد صادق مدلول عضو اللجنه الماليه النيابيه. رحب بك استاذ علي. خلينا نبدا من اللي صار البارحه. انت عندك تعليق على العصفوره لو ما عندك؟ العصفوره على مجالس المحافظات. مجالس المحافظات. شوف، اول مره تحيه لك ولمشاهديك الكرام. بالحقيقه مجالس المحافظات من صار قرار حلهم، اي يعني اولا بسبب المظاهرات اللي صارت دين. والنقطه اللي تعتبر يعني اعانت مجلس النواب على حل هذه المجالس هو انه مجالس المحافظات عبرت الفتره المقرره اللي كانوا المفروض تجري انتخابات ويتبدلون. اضافه الى ذلك اكو قانون انتخابات، يعني انتخابات جديد يخص مجالس المحافظات اللي دين. هو قلص اعدادها. فأعتقد هم قدموا طعن أنه مو من حق مجلس النواب يحل مجالس المحافظات، والآن المحكمة الاتحادية تنظر شوف مزين. قراراتها شنو. سولف لي سايرون مع إعادة مجالس المحافظات. يعني أنا حسب رأيي أعتقد مجالس المحافظات حسب القانون الجديد اللي هو قلص أعدادهم ومهامهم، اليوم المحافظات المحافظين يعني بدوا بدون رقابة. يعني محافظين بدون رقابة. نعم. أعضاء مجلس المحافظة كانوا رقابتهم على لازم المحافظة لازم أكون من يراقب عليهم،
والقانون يعني ما أنطى صلاحية واضحة لمن يراقب المحافظة، لمن يراقب المحافظ ومدراء الدوائر بالمحافظة. أعتقد هذا الأمر ما تعالج بصحيح، يعني أعطى الحق المراقبة لأعضاء مجلس النواب كرقابة عامة على كل دوائر الدولة، بينما هم كانوا رقابتهم يعني مختصة بدوائر المحافظة. على أساس شلون كانت المجالس المحافظات تراقب؟ هسه ماكو أكو أنا من جاي أقرأ من جاي أقرأ العصفورة، وصلت إلى نقطة الكوميشنات انتبهت عليك هزيت برأسك. هو اكو هزيت براسك شنو عندك معلومات؟ لا لا هو شوف هو اكو فشل. يعني احنا هاي الفتره المضت والموازنات كانت انفجاريه، ما صار تقدم خاصه بالمحافظات الوسطى والجنوبيه، ما صار اعمار. يعني وين راحت هاي الموازنات؟ تدري قسم من المحافظين المبالغ ما تنصرف، ترجع الى خزينه الدوله. وقسم وين تروح؟ يعني مثلا اعطي هسه هاي ما تخلو، اليوم الفساد مستشري بكل دوائر الدوله. لا سولف على الكوميشنات. لا خليني على الكوميشنات، ازيت راسك من قلت على الكوميشنات. لا هو اقول لك اسوي منو انا يعني بالنسبه لي بعيني شايف اكو كوميشنات، لكن هو هذا الفشل يدلل على انه هناك فساد وهناك. انت لا تخاف بعد، انت صرت نائب. لا هو اقول لك مو خاف، انا اقول لك انا احكي واقع. رئاسة الوزراء لكم بعد الكوميشنات، اقول لك كوميشنات احكي لك واقع. يعني كمجالس محافظات يعني ما اعرف هسه اكو كوميشنات اكو كذا، بس اكيد كان اكو مثلا مع المحافظ اكو ضغط على المحافظ، لان هم السلطه الوحيده كانوا قالت المحافظ طبطبوا طبطبوا، فاكيد اكو كانت يعني ترتيبات اكيد اكو كانت. زين هسه انا ما اخذت من عندك جواب، مع مجالس المحافظات وعودتها لو ضد؟ أنا مع عودتها بالقانون الجديد بإجراء انتخابات جديدة. بس القديم ما يرجع. لا أنا مو مع إجراء يعني عودة اللي. أنت لا تقول لي أنا هذا كسائرون شنو رأيكم ككتلة؟ أحكي لك يعني إحنا أكيد من صوتنا إنه قناعة. يعني صوتوا على حالته. أكيد. طبعًا. أكيد. صار تصويت من مجلس النواب على حل كل مجالس المحافظات، وأن تأتي مجالس محافظات جديدة حسب القانون اللي انقر. قانون مجالس المحافظات الجديد اللي هو قلص عدد أعضاء. زين. سيد علي، إذا نتكلم عن بعض التحركات داخل قبة البرلمان لإعادة مجالس المحافظات، من يتبنى هاي الموضوع؟ فردية لو كتل سياسية؟ يعني هناك بعض الكتل السياسية كانت ترغب أن يعني ترجع مجالس المحافظات اللي هي كانت لها سطوة على المحافظات. واللي كانت مسيطرة على أعظم يعني أغلب المحافظات اللي هي هسه ما أعرف من هي بالضبط، بس هي معروفة اللي كانت بذيك الفترة منه. على الجمهور عليها. أنت تعرفها؟ أنا ما أعرفها. واضحة. أنا ما أعرفها. لا سولف لي هسه، أنت تعرف التحركات اللي صارت وتعرف من اللي كانوا مسيطرين وتقول لي ما أعرفهم؟ وأنت ما تعرفهم؟ ما أعرفهم والله. والله بالأسماء يعني ما أقول لك. لا مو أسماء، الكتل. يعني مثلا أكيد كانت كتلة دوت القانون. أي. مسيطرة بالمحافظات، إلها يعني عدد أعضاء مجالس المحافظات. زين. بس هو مو هذا السبب. يعني اللي يدفعهم انه اغلب يعني حكي يعني هاي الكتل اللي راغبه ان ترجع اعضاء مجالس المحافظات انه ذول كانوا يراقبون المحافظه واداء المحافظ ورقابتهم على دوائر الدوله بالمحافظه، لكن بالمقابل من نجي نشوف هناك فشل في اداره المحافظات. هسه يمكن طولنا بالموضوع مال مجالس المحافظات، سولف الموازنه ليش ما قررت البارحه؟ شنو اللي صار بالتفصيل؟ انتم قاعدين برا بالكافتيريا هسه وصل عددكم ما ادري ايش قد، يمكن كمل النصاب بفتره من الفترات بالساعات الاولى لانعقاد الجلسه. وراها سلمتوا امركم، قاعدين بالكافتيريا منتظرين الجرس، شو وقت يدق راح نفوت للقاعه. تمام؟ شوف هاي قبل الدعاء. تفضل. احنا يعني كان بودنا حتى وان لم تصل الكتل السياسيه الى اتفاق، كان بندنا على رئاسة مجلس النواب أن تعلن وتدخل إلى قبة مجلس النواب ونمضي بإقرار الموازنة بالتصويت. النصوص الجاية من الحكومة والنصوص المقترحة.
المفروض على رئاسة مجلس النواب أن تمضي وأن يصير تسليم. ما صار اتفاق، المشكلة الموازنة بهاي الفترة صارت موازنة انتخابية مو موازنة الدولة. موازنة انتخابية يعني شلون؟ يعني كل كتلة تريد تحصل على كل كتلة تريد تحصل على مغانم يعني ومكاسب، يطلع موازنة شعب لموازنة كتل؟ لا، موازنة انتخابات مع الأسف أقولها. شو راح يحصلها؟ شو أنا أقول لك، أغلب اليوم الكتل اللي عارضت دخول إلى داخل قبة مجلس النواب كانت تريد تفرض شروطها، تريد تفرض مشاريعها حتى تكون لها كسب انتخابي، وهذا الشيء حقيقة مؤسف. زين انتوا اصريتوا على تمرير الموازنة، يعني انتوا مشمولين؟ احنا موجودين، كنا موجودين. يمكن وصل لنا السيد صادق مدلول عضو اللجنة المالية النيابية. تفضل سيد صادق، تعال اسمع يابا، الموازنة طلعت موازنة انتخابية. تفضل استريح. حياك الله، شلونك؟ الحمد لله على السلامة. استريح. الله يسلمك. يا الله استريح شيخ. مساك الله بالخير. الله بالخير، العفو. موازنة انتخابية توقف وقفنا عندها. تفضل سار علي. بخير سار علي. يعني هذا ترى الشيء واضح مع الأسف. زين. ولا ليش يعني كل واحد يريد يدخل مالاته، هذا مشاريع، هذا يعني كل واحد، فهذا أخر الموازنة، وتأخير الموازنة مع الأسف مو بصالح المواطن. اللي يتأذى من عدم إقرار الموازنة هو المواطن البسيط. زين، توقفت المشاريع، رواتب الرعاية الاجتماعية متوقفة على الموازنة، هاي كلها ناس. منو عطل تمرير الموازنة؟ قلت لك أغلب الكتل رادت أن يعني تدخل نصوص بالموازنة، يعني إضافة إلى كل واحد يريد حصته. هي شنو حصته؟ مثلا حصته لأجل الانتخابات حتى يدخل المشاريع ويدخل اللي يريده. وصلت الفكرة. إضافة إلى أكو خلاف على بعض النقاط جاية يعني من الدولة، اللي هي أعتقد القروض والضمانات السيادية لوزارة الكهرباء اللي جازية الحكومة، أيضا هم صار هناك عليها بعض الخلافات، وهذا اللي زين. رحب بك أستاذ صادق. حياك الله أستاذ هشام. الله بالخير. الله بالخير، العافية. خل أسولف لك إيش طاشة في السالفة اليوم. يقول لك إذا عندك عرف باللجنة المالية يعني أمورك زينة، مثل ما أستاذ هشام ركب مجال. ما عجيت. زينة. أنا ما عجيت. لا أستاذ هشام وردة، هاي خوش 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 خبر هذا. زين زين، صدق هاي السالفة؟ إذا عندك عرف هناك تمشي أمورك، تمشي مشاريعك. وإذا ماكو عرف؟ ها؟ وإذا ماكو عرف؟ ماكو أمورك بالضين. هي خلصت العداء، ظاهر كلها ما ماشي أمورك. سولف لنا شنو البارحة، شنو صار؟ حياك الله أستاذ هشام وكادر قناتكم وبرنامجكم، وكذلك الأخ العزيز الشيخ أستاذ علي. الله يسلمك. طبعا هي الموازنة أصبحت اليوم الشارع يعرف بها أكثر من حتى أكثر من باقي مؤسسات حكومية. زين. لأنه مناشدات كثيرة في كل المفاصل وحتى المؤسسات. الموازنة هي ابتداء أول ما وصلتنا من الحكومة بعد ما خاضت الوزارات والمؤسسات الأخرى باجتماعات عديدة، وصلتنا ما يقارب 168 تريليون، اللي هي مجموع التشغيلية والاستثمارية لعام 2021. ارتأت الكتل السياسية، كل الكتل السياسية، أنه يعني نخفض من حجم هذا، من هالعجز نقلل من عنده، ليصبح يعني ما يقارب 100-110 هالحدود، باعتبار احنا في 19 مجلس النواب صوت على الاقتراض اقتراضين، وصار ملزم الحكومة أنه تسدد هذه الاقتراض. منين احنا ما عندنا غير الواردات النفطية؟ طيب 90%، والإيرادات الأخرى هي 10%. زين. هسه زيادة أسعار النفط هذا مو شيء يعتمد عليه، يعني باكر النفط ينزل للثلاثين. وين نطي وجوهنا؟ وين راح نروح يعني؟ وين رواتب ما نقدر؟ شلون مثل ما صارت في 2019 رواتب، يقول الحكومة إنجازاتها رواتب. قامت الناس تحكي هالشكل. يعني هسه الرواتب مهددة إذا تأخرت الموازنة؟ لا. أبداً مؤمن لغاية الشهر 12.
كل زين. وبس أنا أريد أحكي عن موضوع الموازنة بشكل عام. اللجنة المالية لأول مرة طبعاً أنا ما أنا كنت في الدورات السابقة مو نائب. أي. بس سمعت من باقي النواب إنه اللجنة المالية خلال أسبوع 10 أيام تخلص الموازنة في السنوات السابقة لأنه كانت أكو أموال ماكو عجز. احنا مفصل مفصل وزارة وزارة مدير عام مدير عام. استاذ علي حضر اكثر من كثير من المرات حضر زين. جناب استاذ علي ويانا وشاف الوضع ووصلنا الى تقليل العجز وهذا طبعا ما يفي بالغرض لانه الاحتياجات كثيرة ومن 2014 لحد الان ماكو اموال للمشاريع المندثرة ومشاكل في الوزارات مشاكل في المحافظات مشاكل في محافظاتنا الجنوبيه عملوا عمل الحكومه هذا يعني هذا عمل اضافي يعني بدانا من الصفر تحملنا المسؤوليه وكنا نعرف بانه راح يكون الحديث بالاخير فقط على اللجنه الماليه زين ومتاكدين احنا راح تصير اتهامات وراح يقولون كل من خلى مالاته وكل من جاب مالاته هاي ماكو انا هسه اعطيك دليل محافظة بابل الشيخ علي هسه احكى لا 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 قال هي انتخابية الشيخ على راسي هاي وحد انا مقصد على ارقام هاي هسه صارت انا ارقام هسه صارت خلصوها صارهم 15/2 احنا سلمنا الموازنة احنا سلمنا الموازنة بعد الكتل السياسية تجي تعال هاي الموازنة هيك وضيف لهاي المادة وضيف لذيك هذا مو شغلنا كلجنة مالية احنا صوتنا يوم 15 خلصنا زين ومشينا على معايير وصدقني ماكو شيء عبر بدون تصويت هسه انا اتحفظ ساد علي تحفظ ممكن بس عبر بنصف زائد واحد داخل اللجنة المالية كل فقرة من هذه الفقرات وإضافة الفقرات ما ضفناها إذا ما استضافنا رأي الوزارات الحكومة كان رأي لهم باعتبار هم أهم يشاركونا بالموازنة مو فقط إحنا يعني إحنا الحديث كثير بس أنا هسه إذا تسألني على تقول للموازنة يعني تحقق مطالب كثير نعم اقول لك هاي السنة لا انا راح خليني اتوقف عند نقطه مهمه قلت انه لحد 15/2 صوتنا عليهم وانتهت السالفه ورا 15/2 قاموا يدخلون الكتل السياسيه والنواب مره فقره صارت رايحه جايه وهذه مره واحد ما يريد القروض واحد ما يريد زياده واحد ما يريد صندوق البترول ولا لازم يقسم هالشكل وذاك ما يريد هالشكل صارت راح ارجع لك انت واستاذ علي على موضوع انه ليش ما مررت البارحه هسه نحكي بتفاصيل متناهيه حتى المواطن يفتهم ومن الخلل اللي كان بعرقله تمرير الموازنه ارحب بالسيد بشار الكيكي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا عبر الهاتف مرحبا بك استاذ بشار مساء الخير لك وللاخوان ملاي الضيوف حياك الله استاذ بشار هسه يمكن من الصبح لحد الان اسمع بعض الاراء من الاخوه الاكراد يقولون شفتوا يابا ترى طلعوا مو الاكراد المعطلين الموازنه طلعت الخلافات الداخليه بين الكتل السياسيه داخل مجلس النواب هي اللي تعطل الموازنه هل فعلا انه من يعطل الموازنه هم الكتل السياسيه غير الكرديه نعم شكرا جزيلا احنا الموازنه من كل العراقيين كل الكتل وكل المجتمعات ونحن طبعا احنا بشكل عملي نقدر نعلن انه الموضوع لم يعد يتعلق بالفقره اذاعتي لان الاخوان مشكورين في اللجنه الماليه حكموا الامر ومرتين فوتوا ولقيت وافق فاذا الاقليم ممكن هسه يقولوا انه مو احنا المعرقلين ولكن في نفس الوقت نحن يمنا كل العراق يعني احنا لازم نساعد كل الاخوان في الكتل الاخرى انه نتفق وتمرر الموازنه لانه بالاخير اذا ما مررت الموازنه ايش يفيد الاتفاق بين اربيل وبغداد؟ فلذلك انا يعني انتهز الفرصه الكريم انه يعني اثبت بعض الملاحظات الاساسيه في كيفيه التعامل مع موضوع الموازنه. انا اعتقد هنالك يعني صراحه تعامل سلبي مع الموازنه من قبل البرلمان بشكل عام. وهو انه نحن يعني تدخلنا يعني اكثر من اللازم في المواد الاضافيه وفي التدخلات حتى في التفاصيل اللي تخص اختطاف الحكومه. زين. في مجالات عده في النفط، في الدرجات الوظيفيه، في المشاريع التنمويه والى اخره، يعني انا اتفق مع الاخوان انه تم التعامل مع الموازنه بنفذ انتخابي وهذا خطا كبير جدا. فلذلك هنالك متسع من الوقت او
او ليس متسعا من الوقت الصراحه، ما عندنا مجال كثير، لازم نحسم امر. استاذ بشار، استاذ بشار خلينا اتداخل وياك. يعني هسه ثلاثتكم ضيوف متفقين على انه الموازنه هي انتخابيه والكل تدخلوا على الانتخابات. هسه هنا الكتل السياسيه يمكن انتم اذا اجتمعتوا تمثلون اغلبيه بالبرلمان، زين من اللي تدخل لتمرير مشاريع انتخابيه؟ هسه ما حد جاي يوقع لنا على العله. نعم هنالك طبعا مجموعه مشاريع، كل مشروع يمكن محسوب على كتله معينه، ونحن نواب معروفه، يعني الاخوان الضيوف زملائي القاعدين وانا وكثيرين، ولكن هي غير معلنه بشكل يعني صريح، ولكن هي لها امتداد يعني وبيهه انتخابي، وحتى ان احتوت في داخلها نفس تنموي. التأخير كان يعني غير مناسب لنا كلنا، وكان من المفروض من الموازنة يعني وصلت إلى من قبل اللجنة المالية، لمن وصلت إلى رئاسة البرلمان المفروض يتم حسمها بصراحة. فأنا أعتقد التأخير كان يعني سلبي جدا هاي المرة، وأنا أقول أنه حقيقة المفروض إحنا الآن يعني مثلا الآن الحكومة الاتحادية هي مرتاحة جدا من الوضع، لأنه هي ألقت الكرة في ملعب البرلمان وهي تنتظر أن البرلمان يحسن اللعبة، والبرلمان لم يحسن اللعبة. زين أستاذ بشار، أستاذ بشار منو اللي عطل الموازنة البارحة؟ الكل مسؤولين اخي الكريم. يعني شلون الكل يعني مسؤولين؟ شلون الكل مسؤولين؟ نعم اكو من كسر النصاب البارحه وما خلى النواب يدخلون. لا هي مسؤوليه تضامنيه، يعني رئاسه مجلس النواب مسؤوليه تضامنيه، النواب كلهم، لان هاي الموازنه هي اللي تعني كل الشعب، ولكن هي بالاساس انا ارجع واكرر المفروض انه نحمل الحكومه المسؤوليه، لان هي اللي دزت الموازنه بكل فقراتها السلبيه كانت أم إيجابية، ونراقبها وإحنا يعني نكتب صلاحياتنا اللي هي تتعلق بصلاحية أساسية أنه ممكن أنه إحنا نخفض الموازنة بنسبة معينة، ولا نتدخل في تفاصيلها. يعني وصراحة تفاصيل مملة يعني دخلنا بها، يعني كل نائب محضر له مشروع أو كتلة محضرتها مشروع ونجمع تواقيع ونرجع إلى رئاسة المجلس، هذا ما يصير. المفروض يعني الحكومة هي مسؤولة عن الموازنة بشكل كامل، هسه شلون نقدر نحاسبها؟ لعلمك ترى ممكن الحكومة تطعن بها، وكل السهل، وهي من السهل جدا تطعن ببعض الفقرات، لأنه هي يعني تجاوز تقريبا على السلطات الحكومية أو التنفيذية يعني بشكل دقيق. زين استاذ بشار، انا بس اريد افهم نقطه مهمه، يعني هسه كنا جايب له مشروع يريد يدخله بالموازنه على حساب الشعب حتى يسويها مشروع انتخابي، لو شنو اللي دا يصير؟ استاذ بشار زين الله خلصت من سؤالك. راح ارجع والله ارجع لك علي، كل ما كنا جايب له مشروع يريد ظلنا بالموازنه على مالنا ابويا، هسه خلصنا احنا مصالح الشعب انقلبنا على مصالح النواب. استاذ هشام انا احكي لك يعني بصراحه، انت يعني عليك العباس بصراحه بدون مجامله، يعني هسه شويه انضم خلي احكي لك. يعني هسه كل اخواننا النواب احنا ماكو مشاريع في السنوات السابقه، من يريد يجيب مشروع الى محافظته طبعا هذا شيء ايجابي، وكل الاخوه جابوا مشاريع في محافظاتهم وعرضت على اللجنه الماليه، واللجنه الماليه مشت على معايير جت من الحكومه، ما خصصوا مشروع بالاسم ابدا بالموازنه. ما عندنا مشروع بالاسم، يعني مثلا مشروع الفاو هو هل يخدم البصره لو يخدم العراق كله؟ خلينا نكون واقعيين، يخدم العراق كله، ما خصصنا مشروع هذا لمحافظة بابل ناحية فلان أو قضاء فلان، ما عدنا هيك بالموازنة. يعني بشكل عام توزعت هسه اليوم يعني قضية انتخابات أو غير انتخابات، جزاه الله خير خلي يجيب له مشروع يخدم المحافظة، لو فعلا مع الانتخابات هذه الشرائح الآن اللي طالبنا أنا عضو لجنة مالية طالبت بالمفسوخ عقودهم الفاحصين الاوائل تثبيتهم، اجت فقره من الحكومه ايقاف التعيينات، احنا كنا ملزمين اللجنه الماليه بعد ما نقدر
لو تفتح التعيينات كلها اذا مشينا ذني زين اني عضو لجنه ماليه ما قدرت اعبر هذا الشيء شنو معناته يعني غيرك ما عبر جاهز انت مو تقول عنده واسطه ما عبرها انت عنده واسطه تقول يعني اللجنه الماليه يمشي شغله لا مطربه الحي لا تطرب هاي يجوز هاي هاي بعد اسمعوا عمي لا تجون عليه خذوا على السجون هسه غيرك ما سواها زين غيرك ما سواها لا لا هو ما صار لا بس قولي سواها ولا عسى ما راح ادخلك بشكاليه لا ما صارت ما صارت حتى لو يسوي ابد ما صارت عندنا ابدا مال التعيينات غير الى ما اعتقد صار لا لا مو تعيينات مشاريع يجي يمررها يجي يسويها لا انا تسمح لي صارت ككتل لا رجعنا سيد بشار كيكي كتله رجع اي الله ما خلص من رجع حتى شوار سيد بشار رجعت لنا تسمعني وياك يا اخي الكريم سالتك قبل ما ينقطع الاتصال انه هل فعلا انه كل نائب جايب له مشروع ودخله للجنه الماليه حتى تمرره يصير هذا الحكي اخي الكريم هي الطلبات كلها ترى يعني في السياقات القانونيه والنيابيه طبيعيه زين يعني هو مو فد شيء معيب يعني ولكن هو يؤدي الى التاخير في الاقرار ويؤدي الى يعني المزيد من الضغوطات وهذا كان يعني اصل الموضوع نعم كل الكتل كل النواب اغلبها يعني يعني كل كتله جايه في البرلمان اكيد عندها جمهور استاذ بشار انت قبل ما ينقطع الاتصال كنت هجومي هسه انقطع ورجع صرت دبلوماسي بيني وبينك يعني ما يصير هذه المشاريع ما يصير بها كوميشنات ما يصير بها اتفاقات ما يصير بها هاي الشركه لا. هاي الشركه اللي لا. تنفذ المشروع لا اخي الكريم هاي الامور بصراحه مو يعني هاي الامور اعتقد انه حتى يعني لما الاعلام ايضا يتعاطى معها لازم يكون جدا مهني وجدا دقيق انا ما ممكن يعني احكي في موضوع اذا ما كان مؤكد 100% يعني مستحيل لدرجة كبشوهم هاي الملفات اللي صايره بالنزاهه مو مؤكده هاي على اي حال بالسؤال الاخير السيد بشار انتم ك يعني حصه الاكراد الان انحسمت خلاص لو بعدها معلقه اخي الكريم هو خلي انطيني مجال يعني موضوع ما له علاقه بحصه الكرد الموضوع هناك اقليم كردستان الحكومه في اقليم كردستان اتفقت ضمن السياقات الدستوريه وكذلك ضمن قانون الاداره الماليه اتفقوا مع الحكومه الاتحاديه مع الوزارات الاساسيه يعني النفط والماليه والى اخره وتم يعني حاله الموضوع او الفقره المعنيه 10 و11 واجت الى مجلس النواب والاخوان في اللجنه الماليه ايضا يعني ادى دور كبير في يعني تنميه هذا الاتفاق واجت على البرلمان المهم حقيقة كان الموضوع يتعلق بإنتاج الأقليم وكذلك يعني التزام الأقليم بهذا الموضوع يعني موضوع أنه فعلا الأقليم هل ممكن أن يلتزم أم لا باختصار كان هناك يعني توقعات بأنه الأقليم ما راح يلتزم ولكن الأقليم أثبت بأنه يلتزم جانب الآخر كان احتمالها أكد أنه البعض كان يريد أنه أصلا الأقليم ما يلتفق أساسا لأنه كان هناك ضغوطات سياسية كثيرة على الأقليم تتعلق بدور الأقليم في المنطقة فلذلك أعتقد أنه الأقليم كان حريص جدا أن يثبت لكل الإخوان في الكتل السياسية أنه الأقليم يريد يعني موازنة مستقرة تذهب ب يعني الوضع في العراق نحو انتخابات نتيجة حرة شفافة هو كان هذا هدف الأقليم أستاذ بشار مارد طيل عليك طيارتك راح تطير أقول لك بس سولف لي أنتوا هسه يعني قوى كردية تقولون أنه الآن الخلاف مو على حصة الأقليم أصبح الخلاف شنو خلاف داخلي لو شنو الخلاف هو أنا خلي أوضح لك أولا يعني مثلا إحنا كل القوى الأخرى عدا القوى في الإخوان يعني الشيعة يعني ما نقدر يعني ندخل للقاعة ونعمل نصاب ونمرر الموازنة يعني ما ممكن هذه مستحيلة لازم أكو توافق وطني نعم ولكن أكيد إحنا نفهم تماما أنه هنالك تصارع داخل القوى في البيت الشيعي صح التعبير كما هو الحال في البيت الكردي وكذلك في البيت السني ولكن إحنا ما أغلبية ما نقدر نقرر فلذلك يجب أن يكون الاتجاه إلى إجماع شيعي وهذا ما سمعناه طبعا
أي وصلت الفكرة. تمرير الموازنة. طريق السلام سيد بشار الكيكي. أشكرك أخي وسلامي تحياتي للإخوة الضيوف. حياك الله. شكرا جزيلا سيد بشار الكيكي نائب عن حزب الديمقراطي الكردستاني. الصراع شيعي شيعي سيد علي. وبالتالي هذا الصراع شو وقت ما تحسموه القوة الشيعية إحنا راح ندخل لقبة البرلمان. لا هو شوف يعني كان سبب تأخير الموازنة الفترة الماضية أكثر يمكن من 20 يوم كانت الفقرة العائق اللي هي الفقرة 11 اللي تخص الإقليم. في الجلسة السابقة يعني قبل يوم 21 إحنا لحد الساعة 3 بالليل هم موافقوا على الفقرة اللي تخصهم تخص تسليمهم لواردات النفط اللي هي 460 ألف برميل. وسافر وصادفت مال اعياد نوروز وكذا. هاي راحت احكي لي يعني اقول لك لا هو يقول الان الخلاف لا هو صدق يقول لك احنا طلع من عندنا لا هم هسه يلا وافقوا البارحه يلا صاروا شنو اللي صار ايه تغير لا هم ما ها شنو اللي تغير صار ضغط عليهم البارحه يلا وافقوا البارحه ليش ما مرت صادق ليش ما تمرت البارحه تسمعني صحيح هلا اقول لك انا صارت يعني خلافات البارحه على بعض المواد لا هو على بعض المواد ايش ما جاي نحشيها والله العظيم البارحه والله شوفك الرسائل كل مواطن هسه عندك جمهور ناخب يقول لك عزيزي انا جاي احكي لك الحقيقه ليش ما تصدق لا ما تريد تصدق براحتك وين حقيقه وين حكيها هسه مو جاي اقول لك صارت ميزانيه انتخابيه كل واحد يريد يضمن المنطقته ويريد يعني هي صارت استاذ علي هاي الحقيقه بس خلينا الخلاف صار على مود اعطيك الوقت كله الخلاف اللي صار البارحه بس افتهمنا انه هي موازنه انتخابيه شنو اللي البارحه عمق الخلاف وخلاكم مقاطعه داخل مجلس النواب شوف وزيدك من شعر بيت النواب رجعوا لبيوتهم وما يدرون اكو جلسه تاجلت الجلسه لا أنا احنا يعني يمكن اخر النواب اللي رجعنا قرات الدعاء وطلعت قرينا الدعاء ومو عيب شكوا به داعي يعني اقول لك يعني اكو بعض الكتل حتى عندها نيه انه صارت عندها نيه يعني هسه استجدت ما اعرف انه حتى ما تريد تقر موازنه منو بعض الكتل ما اسمي لك انا بالاسماء كتل سنية شيعية كردية ما يعني كتل موجودة داخل مجلس النواب صارت عتها نية انه حتى ما تريد تقر الموازنة خاف يصير انجاز للحكومة وللكاظمي ويعتبر نجاح بعض القوى اعترضت على بعض الفقرات اللي هي شيء تقول سعر الصرف بعض القوى تقول القروض الخارجية أي. فصار خلاف جدا كبير وأدى إلى يعني ما صار قرار الموازنة يعني أغلب الكتل يعني كل من طالب برأي معين تخفيض سعر صرف الدولار هو ما يريد تمرر الموازنة ما يريدها تمشي يعني هذا رأيهم بينما هو سعر الصرف شوف قانونا هناك مبدأ بالدستور مبدأ الفصل بين السلطات لا ما ممكن لا مو صلاحية مجلس النواب هسه أنت لا صلاحية البنك المركزي هذا متهم هاي صلاحية خاصة حصرية بالبنك المركزي لأن البنك المركزي هو المسؤول وطبعا هاي مهامه وواجباته مثبتة بالدستور العراقي صلاحية إدارة المؤسسة النقدية بالبلد البنك المركزي خلينا على نقطة مهمة أرجع لك نعم. هاي وصلاحية أنت أستاذ صادق بخصوص صلاحية تغيير سعر الصرف لكن أكو نوايا مبيتة من قبل الذين طالبوا بتغيير سعر الصرف لعدم تمرير الموازنة نهائيا هسه هو بالواجهة يقول والله لازم نغير سعر الصرف هو يدري بالحقيقة هذا مو مجلس بس نوايا مبطنة نوايا مبيتة لكن بداخله أنه هو ما أدري يريد يطلع من الجلسة ما يريد يصير إقرار يريد يضغط يمشي بعض الأمور ممكن أرجع لك ليش مصرين على تمرير قانون الاقتراض كسائرون السيد صادق هسه أكو هناك نية وبيت لبعض الكتل لعدم تمرير الموازنة نهائيا هسه تكلجنا مالية سولف لي شنو الخطط البديلة اللي عندكم وشو راح توجهون نظل بدون موازنة إحنا والله الصراحه استاذ هشام منين ابدي لك ومنين انت الحكي صار هسه انت اذا احكي لك بالايجاب تقول لي تطلع لي هاي السالفه لا حكي صار ثقيل هسه شوف استاذ هشام خل اكون واضح النقاط الخلافيه اللي صارت ثلاث نقاط
النقطة الأولى كانت المادة 11 اللي تخص أخواننا في الإقليم، انتهت هاي. وصار إن لحد البارحة باجتماعنا باللجنة المالية لحد المساء بحضور السيد رئيس المجلس ونائب النائب الأول لرئيس المجلس، وأكملنا التصويت على فقرة الإقليم، وذهبنا باتجاه اجتماع للكتل السياسية في مجلس النواب بخصوص هنالك رفض للقروض، قروض المشاريع المستمرة والجديدة، مليار دولار. نعم، وهذه الفقرة كان رأي لبعض الكتل السياسية برفع هذه القروض بالكامل، الفتح ودولة القانون. نعم، ورأي آخر يقول إذا كانت مستمرة للقروض، لا هذا رفعها طبعا الفتح ودولة القانون، كان رأيها رفع القروض الجديدة المستمرة ما عندهم مشكلة بها، اللي هي 8 مليار دولار. هي الـ كل المجموع كله، لا ماكو 8، 4.5 تقريبا. هي بس مال الكهرباء 4. اي تقريبا، بس مال الكهرباء 4. لحظه بس، ان كلهن 4600 4700 هالقد مجموع القروض الخارجيه. اي نعم. المهم اقصد هسه المجموع بالضبط كرقم، هسه خلينا نتركه نمشي على المبدا، القروض قروض جديده ومشاريع مستمره ماخذين عليها قروض، فتنضاف، لان لازم يصير لها تخصيص، لازم يصير لها تموين بالموازنه، تنتهي بانتهاء السنه الماليه. الاعتراض وين؟ الاعتراض يقول احنا شكو مشروع جديد نرفعه، فاجا وزير الكهرباء والسيد وزير النفط وزير الماليه باستضافتهم من اللجنه الماليه، قالوا رفع هذه المشاريع راح يسبب لنا خلل كبير، وبالتالي احنا نريد احنا في قطاع الكهرباء اللي صرفنا عليه 61 مليار دولار، يعني كل شيء ما حصلنا منه نضيف لاربعه، بمعنى خلونا الزمونا وزاره الكهرباء والنفط والماليه لو توافقون على القروض لو ماكو كهرباء، يعني احنا فوق ما الناس تشتم بينا، فوق ما تحرق بيوتنا، فوق ما تحرقنا، يوميا سبوا النواب، والنواب تجي اذا سمعوا احنا رافعين مشاريع الكهرباء راح يقول النواب كل شيء النواب، يعني احكي على السلبي ما قلت لهم شلكم بيها هاي؟ شلون؟ ما قلت لهم شلكم بيها هاي؟ لا قصدي 61 مليار صار نقاش، وطبعا مو كل اعضاء اللجنه الماليه وافقوا على التصويت بهذه الفقره، زين كثير تحفظوا من هذا القرار، احنا يعبر نص زائد واحد، كل فقره تعبر. اجينا النقاط الخلافيه اللي صارت بعد اجتماع الكتل، احنا مهيئين على انه اكو جلسه بالسبعه، بعدين تاجلت للتسعه، بعدين صارت من بدأت أكو كتل تقول لك أني أريد إذا مو سعر الصرف وإذا ما ترفع القروض أنا ما أدخل الجلسة. أوكي هذا رأيك، منو هذا اللي ما يريد؟ أنا أحكي لك مثلا على سبيل الفرض هسه كرأي كتل، أنا أحكي دولة القانون، دولة القانون ما قابلة بسعر الصرف، تريد تقليل سعر الصرف، زين، وهذا رأيها واضح، يقول لك اني صار ضرر كبير اصاب الشريحه الفقيره واني ما اقبل ولا راح اصوت. هسه واحد يقول لا يبرروها انه ما يدخلون، لا انا متاكد يصوتون على كل الفقرات الموجوده في الموازنه، لو كان هذا موجود في الموازنه ايش قالوا اللجنه الماليه؟ اللجنه الماليه مو صلاحيتنا احنا ولا صلاحيه مجلس النواب تقليل سعر الصرف، هذه صلاحيه حكومه، الحكومة وزارة المالية هي المسؤولة عن هذا الشيء، ووزارة المالية من حددت هيك رقم أكيد يعني عندها حسابات وعندها يعني فد مثل ما تقول يعني تقول خطط مستقبلية. أنا وزير المالية قلت له رأيك لو كان أنت سعر الصرف بالمقابل خططت إلى أن تكون ماكو مشاكل مثلا التخطيط، ما كنت تخطيط هو اساسا شنو التخطيط؟ يعني مثلا المواد الغذائيه الان ما توصل، لازم انا اوفر مواد غذائيه بوزاره التجاره، ازيد شبكه الحمايه والرعايه الاجتماعيه وازيد رواتبهم، اثنين ادعم المزارعين قطاع الصناعي. شنو كان جوابه؟ ذني ما مهيئات يا اخي، شنو جوابه؟ ما راح يجاوب غير يقول لك اني زيدت السعر لانه خلافا لذلك راح نوقع بمشاكل والدوله توقع. زين
ما فكرت انت في هذا شرح الفقير او هسه انا اذا اقول فقير والله هم راح يقولون دعاء انتخابي. استاذ هشام ما تخلينا نعبر هذا الموضوع لانه موضوع اكبر. احنا قرارنا لانه اذا حكينا هسه مشكلتنا بالاعلام نحكي ننتقد وزير معين حتى المواطن يقول لك يابا انت انتقدته بشكل ليش ما نفذت؟ ها يا اخوان احنا كمجلس نواب ما عندنا صلاحيه نقلل سعر الصرف. ما عندكم اي طرق قانون؟ ما عندنا هذا قانون. ولكن تقول لي احنا موافقين على زياده سعر الصرف سعر الدولار؟ الجواب لا. واسال اي نائب انفرادي هنا تلقى فد نسبه 10% الى 15% ما راح يقولوا لك اي بس اي بشرط. هاي اطلاق استاذ بشرط والله انه اكو ما يعادل هذه المشاكل، يعني اكو معالجات لهذه المشاكل المطبات اللي يعني 85% من النواب راضين سعر الصرف؟ طبعا انا اقول لك 85% طبعا وسائرون يبحث 30% هسه ما يخالف سائرون شنو هاي شوفوا يا هاي الدعايه اللي ما يخالف نفرض انه هو يا اخي والله نفرض سائرون اقول لك يا استاذ هشام تفضل اخواننا في سائرون رايهم محترم وكل اراء الكتل السياسيه محترمه انا رايي 54 بالايجاب خلي البقيه يدخلون ويصوتون عليه ليش هنا راح ترتبط شوف حتى لو صوتوا ما راح يصير صادق ما راح يصير حتى لو صوتوا احنا مو قلت لك مجلس نواب مو صلاحيتنا تقول احنا معترضين على سعر صرف ويعني هذا يمنع ان تدخلون من قال لك ما داخلين لا البارحه صار استاذ هشام استاذ علي استاذ هشام يعني لا استاذ هشام اخويا قالت احنا ما ندخل اذا ما هسه ما تدخل الكتل اذا ما من تجي للصحيح بالجلسه كلها تدخل هسه ما لي علاقه عني اليوم اكو مبدا التوافق اللي هسه تحدث به استاذ بشار احنا ما نقدر ككتل سنيه وشيعيه ندخل للبرلمان ونصوت بدون الماده 11 لا نعبر تصويت بس احنا نريد توافق مثلا اذا اخواننا في ساعرون ما يدخلون باقي الكتل الشيعيه والسنيه ما توافق واضحه ترى لازم تخليهم يدخلون يعني اكو قبل لازم اكو لا توافق من 15/2 اللي حد قبل البارحه كنا نصيح كل كانوا يصيحون يا بس فقره 11 وحصه الاقليم والاكراد هم اللي معطليها مو حلينا حلت هاي المشكله حلت ظلت نفس الازمه تفضل استاذ علي يعني شوف هو يعني مع الاسف هسه استاذ صادق يقول هو مو صلاحيتنا يا اخي كانوا معترضين على اليمن خلينا نصوت الموازنه الناس محتاجين والله صدق اذا مو صلاحيتنا من معترضين يا اخي والله الناس تضرر انت مو تدري رواتب الحمايه الاجتماعيه كلها متوقفه على الموازنه بس هذه مو الفقره اللي وقفت استاذ علي استاذ علي بس هسه المحترم استاذ علي هسه المشاهد مش بس تسمح لي نصدق انا اقول لك هاي وحده لا فرضا هسه المشاهد من يسمع انه احنا ما دخلنا على مود هاي والله مو هاي الفقره الفقره الاكثر اعتراض على موضوع القروض كانت مشكله مو فقط دوله القانون جزء من الاخوه في سائرون مقابلين على موضوع القروض كانوا الا في حاله واحده كون اذا كانت مشاريع مستمره وحددوها حتى حددوها من الوفره الماليه لزياده السعر مال النفط ترى اشترطوها شرط النقطه الاخرى يعني الفتح بالكامل ودوله القانون بالكامل وهذا الخلاف هو اللي رجع الكتل السياسيه الى عقد اجتماع قبل الجلسه وطلعوا ما اعطونا النتيجه لحد الان فاجلت الجلسه ما اعطوكم النتيجه لا ماكو نتيجه والله ماكو نتيجه يعني ما توصلوا النتيجه لو عبيناتهم حفظوها النتيجه لا لا, لا لا ما توصلوا طلعوا مختلفين تماما وهذا الاختلاف انا هسه استاذ علي اساله قل له شنو الاختلاف يقول لك ما ادري احنا قاعدين وانت تدري هسه انا حتى لو ادري خما افضح روحي ماكو شيء انا هسه بتيلي اذا اقول ببرنامجك اولا ليش جبتيلي عمي احكي لك استاذ لا هو عده امور هسه اكو امور اكو امور اكو للمكون هبيه كبيره والله لو اكو مصيبه كبيره المكون السني راي كان البارحه بس راح اسمع الهبيه مصيبه كبيره راي اخر والكورد يعني المادة مالتهم كملت بعد ما لهم علاقة
بقوا منتظرين الكتل الشيعية والسنية تدخل للقاعة ويصوتون. المصيبة وين؟ إيه شنو السبب؟ المصيبة شنو؟ المصيبة احنا عندنا فقرتين مختلفين. لا لما لا الكتل السياسية رؤساء الكتل فقرة طلعوا اكو فرض بعض الفقرات حتى من المكون السني اللي هي فقرة المغيبين اللي صار عليها اعتراض من قبل الأخوة بالمكون الشيعي. من المعترض عليها؟ كل المكون الشيعي اعترض على كلمه بما فيها سائرون. ما اعرف هسه كل الكتل شنو تعرف يا إيه كل الكتل الشيعيه التمنين ما تقول التمنين على كلمه المغيبين هي هاي مو صحيحه يعني المغيبين تكون يعني مفقودين الكون المفقودين راد وكذا هسه ما توقف عندها المغيبين ما توقف يعني هن كلهن استاذ يعني المصيبه كبيره اللي انت ما تعرف بيها واستاذ صادق يعرف بيها خلي يقولها ما تحكيها يا عمي على شنو خلي جمهورك يعرف هسه اقول لك المبلل ما يخاف من جمهور يعرف عليه من آلي يعرفوني صريح وواضح كل الفقرات باللجنة المالية أعطيهم يا أول بأول ما عندي شي ضامة والله صدقني بلد ما خاف يعني أستاذ هشام أنت تعرفني أكثر من جمهوري شوهان واحد من جمهوري أنت خويا أسولف لك يا هنا أقول لك واحد اثنين ثلاثة أكل المكون السني رأيي وكل المكون الشيعي رأيي بفقرتين الفقرة الشيعة مو اختلاف مو السنة ولكن على موضوع القروض رأيين مختلفات القروض هذا واحد ليش معترض انت هسه على القروض كعنك يا صادق مدن ايه؟ ليش معترض على القروض انا بالنسبه لي صحيح يعني قلت المشاريع المستمره تمام بس الجديده يعني اشوف ليش خايف من عندها يعني بعد سنتين لا ثلاثه لا ليش خايف وانا تجد ندفع فوائد قروض هسه ولا راح تصير يعني اكثر من 5-6 مليار دولار ندفع فوائد قروض يعني تصير بها فوائد بس فوائد على 4.5 لا على الفوائد على الفوائد على كلها على كل القروض زين كسائرون هسه جزء من السائرون اللي رافض يعني نعم رافض القروض احنا كانت وجهة نظرنا انه هناك مشاريع مستمرة وخاصة مشاريع الكهرباء احنا مقبلين على صيف الناس بعد ما تتحمل هذه المشاريع طبعا طلب الحكومة انه يكون لهاي المشاريع قروض حتى تستمر هذه المشاريع يعني هو هذا اللي انا بس اعلفكم هسه هذا لا لا هذا الواقع هذا الواقع بس قل لي هسه بس ريحنا وريح الجمهور يا اخي البارحه شنو الخلاف اللي صار هسه هذا اللي صار كله يندرج تحت مؤامره خلينا نسميها لا لا, لا صدقني والله هو قال انه نوايا مبيته لا لا, 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 لا انا أنا أقول لك هذا اللي معلون إنه بعض الكتل علقت على سعر الصرف إنه خلت شماعة إنه سعر الصرف لازم ينزل يلا ندخل نصوت بعض الكتل علقت على إنه القروض السيادية إذا تتوقع كأستاذ علي اللامي نائب عن سائرون إذا خفض سعر الصرف راح تدخل الكتل السياسية للتصويت لا شوف بالتالي استاذي استاذ هشام بالتالي الموازنة اليوم الناس محتاجتها احنا ليش ما ننظر من هذا الباب خل نترك هاي المزايدات وخلي ندخل نصوت على الموازنة لأن الناس بأمس الحاجة إلها ما ممكن أن نبقي السنة بدون موازنة وإحنا بشهر الرابع بدينا بشهر الرابع يا أخي زين أكو نية ليبقى هاي السنة بدون موازنة نفس ما صار السنة الماضية كل شيء يصير أي والله كل شيء يصير عمي واضح السالفة العاد واضح صدق واضح سيد أحمد صفار مقرر لجنة مالتكم أستاذ علي نفس الرؤية كل شيء يصير احنا البارحة متوقعين انه تصير جلسة ويعني حتى اكو رأي عند اغلب اعضاء مجلس النواب باحد الجروبات انه خلي ندخل نصوت على الموازنة على الفقرات اللا خلافية اللي ما بيخلنا ندخل نصوت عليها وبينما يعني تم حسم الخلاف النقاط اللي عليها خلاف والله الجروبات هي تحسم والله كل شيء تحسم الجروبات كل شيء والله الجروبات كل شيء لا هلا قل له يعني احذرهم من مغرب هل ساعتين ثلاثه احذرهم من مغبه التاجيل راح صدر اقول لك ورا الجلسه استاذ هشام حتى الشعب العراقي هو كله يتضرر بالتأجيل وهذه واضحة يعني بغض النظر عن كل شيء احنا نكون واقعين احنا لجنة مالية اكملنا 15-2
وننتظر اليوم باكر اليوم بقت يم الكتل السياسي، احنا ما عندنا لجنه ماليه ما عندنا شيء. بس انت هم ترفع ايدك بالتصويت؟ ارفع ايدي وين؟ بالموازنه. طب ما ترفع ايدك؟ انا بالنسبه لي رفعت ايدي على كل الفقرات اللي جت، انا صوتت مسبقا والراي الاخير على التصويت مال الفقرات لمجلس النواب. الحجي ما زال عليك؟ الحجي ما زال عليك؟ ياهو حجي بصرى؟ ليش يعني اكو فقرات اعترضوا عليها تحفظنا عليها؟ زياده سعر الصرف اخي، زياده سعر الصرف ما موجود في الموازنه. ما موجود في الموازنه، ما موجود أصلاً. هذا رايي اصلا. زين راي اخر. راي كتله يعني اصلا ما موجود؟ لا لا ما عندنا. هي اذا حجه يعني اصلا رفعناها اصلا سعر الصرف رفعناه اصلا من الموازنه، مو صلاحيته اللجنه الماليه. اقسم بها قل لي هي حجه. شنو الحجه؟ شنو الحجه؟ انا اليوم ككتله سياسيه شيعيه او سنيه، انا من اختلف اقول هذا الراي خطا واني اصر على انه راي هذا باطل له حق. لا لا باطل، هو اسال باطل له حق. انا راي جمهوري هالشكل وامثل الناس اني بقناعتي. اذا يريد يعبر في مجلس النواب، احنا غير نظام ديمقراطي. الله وياه خليه يعبر. احنا غير نظام ديمقراطي. اي صحيح استاذ علي، خليه يعبر. غير مجلس نواب. اي خليه يعبر. ندخل وخلنا نصوت. والله ما ليش ما خلي اللي يعبر يعبر واللي يسقط. هسه خوش عمي الكرد يدخلون والشيعة كل الكتل تدخل والسنة كلها تدخل، خلص كان احنا 28 واحد لا يدخلون تعبر الموازنة. ايش يكون قلتكم هسا انت جاي؟ لا هو ذا على هاي شايف هذا الحكم بالتنس علي. بس اكو موضوع استاذ هشام يسأل سؤال غير اللي احنا وياك نجاوبه. يقصد يقول شنو موضع الخلاف البارحة؟ موضع الخلاف الكتل الشيعية عندها رأي بفقرات، والكتل السنية عندها رأي بفقرات، والكرد اصلا كانوا مختلفين اتفقوا كل الكتل السنيه والشيعيه على ان الماده 11 كملت. كملت البارحه كملت. استاذ علي صرفك اياها كملت. هاي حجه، اكو نوايا مبيته لعدم تبرير موازنه. صدقني ماكو. انا هسه اخو انت تدري بي، اذا اكو شيء مو زين اقول مو زين، الموازنه كلها ايجابيه اقول لك لا. ما بيها ثغرات اقول لك بيها ثغرات، ما بيها اشياء فرضت من كتل فرضت بكتل. زين. ولكن مال انه اكو مؤامره لعدم تمرير ماكو مؤامره. زين ليش على راي السيد صادق، على راي السيد صادق ليش ما انتم هسه جد راي دوله القانون 28 ويا الفتح ويا المعترضين دخلوا عمي وصوتوا عليها؟ هو المشكله استاذي مو بس هاي الفقره مال سعر الصرف. مثلا الأخوة بالفضيلة بالنهج عندهم قائمة وأيضا أعلنوا أمام المقاطعة المقاطعة إلا بعد ما ترفع ذني من الموازنة. تمام بمن عدن الرفع أنت يعني أكو عالجناهم وكو ما تعالجن بقا. بعد الأخوة السنة أيضا عندهم فقرات رادوا أن يعني هم معترضين على بعض الفقرات، يعني هي مو فقرة واحدة عدة فقرات وكل واحد معترض على فقرة. بس احنا نقول هل هاي الفقرات الصب بمصلحة البلد مصلحة المواطن؟ هاي اللي يريد نوصلها يا اخي. المفروض من غبة التأجيل. المفروض كلهم صدر البارحة. المفروض كلهم استادي كل الكتل تتحمل المسؤولية وبمجلس النواب وتتنحى شوية عن يعني مالاتها وتخلي تمشي صحيح الأمور. صحيح صحيح الناس محتاجتها. شنو احنا بقى انا عجبتنا هالجملة هسن لا انا عجبتنا هالجملة مال تتنحى عن مالاتها. طبعا مالاتها شنو؟ والله هي مو انت ما تعجبك غير الموزين. انا مو اقصد مالاتها تخلي بجيوبها فلوس، وانما الفقره اللي تدافع عنها، الفقره اللي تحكي بيها. يا اخي خلها سوى المواطن اقول لك يدري شنو ايش قد رفعنا ايش قد. بالختام سيد صدر يقول احذرهم من مغبه التاجيل. تتوقع اكو يعني تصرف من السيد او موقف معين أكيد على طريقته الخاصة نفس ما يذكر بالتغريدات؟ أكيد يعني سمحت السيد من يغرد ينطي يعني درس ولازم يوصل رسالة ويضغط على مجلس النواب حتى يمررون الموازنة. الموازنة اليوم تخدم المواطن. بالسؤال الأخير يمكن ذكرت لي أنه خلص أنه تتوقع ما تمرر الموازنة أصلا؟ لا هسه يعني أقول لك أكو بعض الكتل عدها نية بعدم تمريرها نهائيا وإن شاء الله ما تصير هاي. والله ما عرفت هسه بعض الكتل. أستاذ صادق بختام الحديث تتمرن الوزن ايش وقت تتوقع؟ أتوقع هان يعني بداية الأسبوع القادم. الأسبوع القادم يعني على الشهر الرابع؟ لا يعني الشهر الرابع أقول لك. هو احنا يا موازنة مرت بالشهر الثاني
شهر رابع صارت شهر رابع سيدي حسن لا بالأندية 19 شوية مررناها ايوه مررناها وفلوس ماكو بس حبرن على ورق 19 زينة لا ماكو بعدين رجعنا للاختراض رجعناهن اخذناهن اي لأنه كانت موازنة بصراحة غير مدروسة 100% أنا أقول لك هي هسه راح يجي رمضان أي رمضان شوية كسر أستاذ هشام شو تريد نأجي لثلاث شهور لا أنا راح أسوي 30 حلقة برمضان بس على الموازنة لا لا لا, لا, لا تحبر الموازنة ويتفقون وطبعا هذا الاختلاف يعني بصراحة لا يفسد ود القضية بين الكتل الشيعية مستمر والسنية والكرد ترى هذا مستمر في كل الدول في كل الدول أكو خلافات بين الكتل السياسية والعراق مو ما يختلف بالعكس هسه الحمد لله والشكر وصلنا إلى هيك موازنة بصعوبة جدا صدقني أنا كنت متوقع من أحضر اللجنة المالية أنت موجود بالجروبات كلها مال واتساب يعني جوز على وقته هواي موجود بالجروبات لا والله ما موجود ما عندي بس جروب واحد اللجنة المالية صدقني إذا تحب تضيفني على جروب وعلى خاص شكرا جزيلا صادق مدلول أستاذ هشام لا بأس سيد صادق مدلول النائب عن دولة القانون وعضو اللجنة المالية النيابية شكرا جزيلا لك وشكرا موصول إليك سيد علي لامي النائب عن كتل السائرون وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار شكرا جزيلا لكم وشكرا موصول لمن انضم معي عبر الهاتف سيد بشار الكيكة النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة على أمل أنه الموازنة صوتي عليها.